بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كله امين. نستكمل معا الكورس اللي بدانا فيه، واحنا يعني في ختام هذا الكورس، يعني باقي محاضرة تاني تقريبا، لكن زي ما بنقول هذه الكورسات هي مجرد فصول أو ترمات في موضوع واحد، يعني كورسات متصلة كلها بتحكي في موضوع واحد، لكن الموضوع لأنه كبير قسمناه لأجزاء، بدل ما نقول الجزء الأول والجزء الثاني أو كذا بنقول الكورس الأول الكورس الثاني الكورس الثالث. عنوان هذا الكورس هو مجمع خلق دنيا. بأحداثه وملابساته وما حوله بنتناوله تاريخيا ولاهوتيا. بنبدأ دايما بالجانب التاريخي نستوفيه ويتخلله بعض التوضيحات اللاهوتية، وبعد كده بنستكمله بالتفصيلات اللاهوتية. المرة اللي فاتت وصلنا لنهاية الجلسة الأولى اللي أوصوا فيها إن هيكون الأساس اللي هيتوضع على أساسه تقييم الأمور هو تحديدات مجمع نقيا والقسطنطينية والآباء الرسل طبعا في الأول، واختزلوا القديس كيرلس ومجمع أفسس في رسالتين، وده اللي اعتاد أصحاب الطبعتين والخلقدونيين ان يستخدموهم. قديس كيرلس عندهم عبارة عن الرسالة الثانية للنسطور والرسالة ليوحنا الأنطاكي اللي فيها ادعاءات، وطبعا الرسالة الثانية للنسطور رسالة مجمعية لها قوة المجمع. الرسالة الثانية ليوحنا الأنطاكي اتكتبت بعد مجمع أفسس، فما أقرهاش المجمع ده أولا. يعني ثانيا إن مجمع أفسس أكد على تحريم أي تحديدات للإيمان بالإضافة أو بالحذف، وكم من أغرب الإدعاءات إن يقولوا إن الرسالة دي فيها صيغة إيمانية صارت هي صيغة المصالحة، والبعض يلقبها بدستور مجمع أفسس، يعني كأنها تجب مجمع أفسس كمان. وطبعا من المستحيل إن بابا كيرلس يخالف تحديدات المجمع، ومش من سلطانه إن يوجد صيغ إيمانية متجنبا المجمع، لأن هو الخصومة ما كانتش بينه وبينهم، الخصومة كانت بينهم وبين مجمع أفسس،
فملوش الصلاحية ان هو اللي يتخذ موقف، لكن كان اعلن صراحة ان الكلام ده احنا قلناه وبكرره، لان الكلام الاخر بيتكرر. ليه بكرر؟ لان الكلام الاخر بيتكرر كتير لدرجة ان في ناس بتردده وتصدقه. اعلن صراحة ان المصالحة هي قبولهم مجمع افسس، وتنازل عن كل ما يخص الشخصي من إساءات وإهانات. وقال صراحة لم نصدر بيانا للإيمان ولم نقبل بيانا صاغه آخرون. يعني كلام صريح واضح، ده غير التفصيلات اللاهوتية في نقده وضحده للإدعاءات دهيت في حياته. ورغم كده يقال ان احنا بنفهمها غلط، لكن يعني بنقول هو ده اللي اختزله القديس كورولوس فيه. وهذا الادعاء هو محور الصراعات منذ بدأ. عاش القديس كورولوس يعاني منه، وبعد كده جم حبوا يقروه في مجمع القسطنطينية المكاني 448 من خلال محاكمة أوطاخي. وزي ما شفنا ان أوطاخي اتحكم عليه لانه رفض، بحسب كلامهم رفض قبول صيغة المصالحة ورفض الإقرار بالطبعتين. طبعا أوطاخي لا يعنينا في شيء، احنا مش بنتكلم عن أشخاص، لكن ما ينسب إليه قلنا أنه مرفوض، وما ينسب إليه نوسب للبابا كيرلس ونوسب للبابا ديسكورس وينسب لنا الآن. يعني دي تهمة لكل من يقول بالطبيعة الواحدة، دايما يتهم بهذه الاتهامات. وجي برضو مجمع أفسس 449 ليؤكد قرارات مجمع أفسس المسكوني 431 وليبطل الإدعاءات. ويعلن تثبيته للرسائل اللي أقرها المجمع ولا سيما البنود الـ12. احنا بنقول الكلام ده لأن خلق دنيا أيضا هتدور حوالين الموضوع ده، زي ما هتشوفوا. يعني في الجلسة الثانية لما اجتمعوا تلي قانون الإيمان النقاوي والقسطنطيني ورسالة القديس كيرلس اللتان اعتاد النصاطرة الاستشهاد بهما. النص ده اللي انا جايبه من كتاب ميخائيل الكبير، تاريخ الكنيسة لميخائيل الكبير. كما تلي توماس لاون وارتاب به العديد من الاساقف. قال أطيقس اسقف نيكوبوليس البار: حيث أنكم تلطفتم ومنحتمون طول أناتكم، فأصبروا لو أمرتم بضعة أيام أخر لكي نصدر قرارا بذهن صاف وفكر هادئ وبيحسن لله والآباء القديسين. وحيث أن رسالة سيدنا رئيس الأساقفة لون قد تليت علينا، استوجب أن نحصل أيضا على رسالة الطباوي كيرلس الموجهة إلى نسطور، التي فيها يوصيه بأن يسلم بالفصول الـ12 لكي نكون مستعدين في الوقت المناسب. أجاب الأساقفة الأجلاء: نرجو أن تمهلون قليلا لعله نعثر على مؤلفات الآباء. فقال الرؤساء والمستشارون: يؤجل الموضوع لـ5 أيام ريثما يتم التحقيق.
وخلال هذه ال5 أيام تجتمعون قداستكم مع أناطوليوس رئيس الأساقفة، وتتداولون في أمر الإيمان بصورة شاملة. أثناء الجلسة تليت توماس لاون، زي ما ميخائيل الكبير أجمل الجزء اللي قريناه دوت في الآخر، ميخائيل الكبير أجمل الجلسة كلها، يعني تلخيص للي تم في الجلسة كلها. فزي ما كان هذا الموجز، وإليكم بقى إيه التفاصيل اللي هنقولها أو بعض التفاصيل. أثناء قراءة توماس لاون اعترض أساقفة إقليم الصقلية وفلسطين على عدة فقرات منها، مثل طبعا الكلام اللي هجيبه دوت من كتاب مضمون المجمع الخلقدوني، وبكرر وبقول اللغة العربية في ركيكة كان ممكن نعدلها، بس امتنعت عن التصحيح والتعديل لألا نتهم بالتحريف والتأويل، فجبتها بعبلها لتفتكروا ان دي اخطائنا احنا اللغوية، يعني احنا حاطينها بأمانة كما هي. يقول الطبيعة المنزهة عن الألام اتحدت مع الطبيعة القابلة الألام لكيما كحسب ما كان يطابق لمعالجة أسقامنا، الإنسان الواحد عينه يسوع المسيح الوسيط بين الله والناس، يجعل له سبيلا إلى الموت في الطبيعة الواحدة، حيث كان منزها عن الموت في الطبيعة الأخرى. يعني يقبل الألم في الطبيعة والطبيعة التانية إيه منزها فيها. لما اشتكى واعترض أساقفة الصقلية وفلسطين على هذا القول، اتفق أتيوس الكاتب يقرأ فصلا من قول القديس كورولوس ومضمونه، يحاولوا يستشهدوا أو يثبتوا كلامهم بأقوال القديس كورولوس، فييجوا يحطوها ويفسروها بطريقة ملتوية. يقول فأما الآن كون جسده كقول بولس الرسول، بولس ذاق الموت بنعمة الله بدل الجميع، فلأجل ذلك يقال عنه أنه احتمل الموت بدلنا. وليس نقول أن الكلمة ذاق الموت كما ذكرنا سابقا، وما يقال بخلاف ذلك هو جهلا. طبعا احنا بنقول الكلمة أو الله ذاق، يا من ذاق الموت بالجسد، ما بنتكلمش على طبايع هنا، لكن بنتكلم عن الجسد كعنصر من عناصر الطبيعة المركبة. هو طبعا اللاهوت غير قابل للألم، عمر ما بنقول كده ولا حد يقول كده، ده حتى الإنسان نفسه روح وجسد، الجسد هو اللي بيتألم لكن الروح لا، يعني ألم الجسد غير ألم الروح، ولكن في ارتباط، في وحدانية، فينسب للإنسان كله. ويلاحظ هنا التفكير الملتوي لأقوال القديس كيرلس ليناسب الفكر الخلقدوني، وخلي بالكم قد درج الخلقدونيون على اتباع هذا الاسلوب حتى يومنا هذا، وقد قام القديس ساويرس بالرد على مثل هذه الامور في كتابه محب الحق فيلاليسس. كتاب فيلاليسس القديس ساويرس عمله جايب 244 قول للقديس كيرلس، فيها تزوير وتأويل، فيها تزوير وتأويل، ففيها أثبت التزوير وحدد التفسير. ودي الحكمة اللي لكنيستنا بتقدم القديس ساويرس في الليتورجيات، سواء في تحليل الخدام في المجمع وما إلى ذلك، وكأنها
توجهنا وترشدنا، إن لو عايزين نستلم فكر الآباء نستلمه بحسب شرح وتعليم القديس ساويرس. نقطة تانية اعترضوا عليها الأسقفة، بيقول كل واحدة من الصورتين تفعل ما يختص بها بالاشتراك مع الأخرى، يعني الكلمة يفعل ما يختص به الكلمة، واللحم يكمل ما يختص به اللحم، فالواحد منها يبهر بالمعجزات والآخر ملقى للشتائم. ولما اعترض الأساقفة المذكورين سابقا على هذا القول، أيضا أخذ أتيوس أو أسيوس الكاتب يقرأ قول القديس كورولوس، يقول طب ما القديس كورولوس قال فنجد بعض كلامه لايق جدا للاهوت والبعض مناسب للناسوت والبعض متوسط، تشير لنا أن ابن الله هو الله وإنسان. نفس الطريقة كما ذكرنا من قبل أنهم يقتطعون من أقوال القديس كورولوس بطريقة مخلة وغير أمينة، محاولة منهم لتفسير أقواله بطريقة معوجة. فالقديس كورولوس قد فسر ذلك في رسالته حينما قال، فحينما يقول أن بعض الكلام لائق باللاهوت، قلنا يقصد إيه هنا؟ الصفات اللاهوتية، وكذلك بالناسوت الصفات الناسوتية، لأن طبيعة المسيح المركبة تشمل كل الخصائص اللاهوتية والناسوتية دون تقسيم إلى طبيعتين، لأن في اتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. تظل الصفات اللاهوتية كاملة والناسوتية كاملة بغير اختلاط ولا امتزاج، ولكنها كلها تنسب للطبيعة الواحدة، هي طبيعة الإله المتجسد. أما هم فإنهم يقسمون الأقوال على طبيعتين، وهذا الأمر يتعارض مع البنود الاثني عشر، لأن لو قسمنا على طبيعتين يبقى لابد هنتكلم عن طبيعة يبقى فيها أقنوم، يبقى شخصين، يبقى كأني بنتكلم عن إيه؟ اثنين. النقطة الثالثة برضه، يعني احنا قلنا نقطتين دلوقتي اعترضوا عليهم بتوع الأساقفة الصقلية وفلسطين. النقطة الثالثة بتقول فلو أن في الرب يسوع المسيح نجد أقنوم واحد للإله والإنسان، فلكان هو غير أمر الذي بسببه في كل واحد منهما يكون العار مشتركا، وهو غير أمر الذي بسببه يكون بينهما المجد مشتركا. فإذا مما هو لنا له الناسوت الذي هو أصغر من الآب، ثم ومن الآب له اللاهوت المساوي مع الآب. ولما اعترض الأساقفة السابق ذكرهم على هذا القول أجابهم سؤدوريتوس. سؤدوريتوس هو اللي بيشرح بقى، بيشرح إيه ويفسر إيه الطومس، ليه أقدر واحد هو اللي يشرحه، هو اللي يعني من وحي وإلهامه. سودوريتس يقول لهم ايه بقى؟ يوجد ايضا بمثل هذا الكلام في كتب القديس كورولوس الطوباني القائل ثم صار انسان، اعني الكلمة، وليس غير حقائقه كونه مكث في ذاته مكانه، فنفهم على سير الوجوه الواحدة حل في الاخرى، اعني الطبيعة الالهية حل في الطبيعة البشرية. فهنا بيتكلم عن حلول طبيعة في طبيعة، وما زالوا طبيعتين حلول وليس اتحاد، لأن اتحاد معنى اتحاد يعني بقوا ايه واحد. أما سؤدوريتوس بقى هو بيعلق ويشرح القديس كورولوس، فبنقول ايه؟
ومن أعجب ما نرى في مجمع خلق دنيا من متناقضات، أن سيودوريتوس الهرطوقي المتهم بعداوته للبابا كيرلس وتعليم الأرثوذكسية قد جلس في المجمع الخلقدوني، ومن قبل أن يفحص أمره كان هو المفسر للطومس، لأنه هو الذي ألفه بالفعل. ولكن كان الأعجب من ذلك أنه أخذ في تفسير أقوال القديس كيرلس بطريقته الخاصة ليؤيد عقيدة الطومس، وهو هنا يتكلم عن حلول طبيعة في طبيعة وليس اتحاد طبيعي. في الجلسة الثانية كانت جلسة طويلة، حصل فيها مداولات كتيرة بخصوص الطومس وبخصوص رغبة قادة خلقدونيا في وضع تحديد جديد للإيمان. فأولا في افتتاح الجلسة الثانية كان يوم 10 أكتوبر التي لم يحضر فيها رؤساء مجمع أفسس. مين رؤساء مجمع أفسس؟ المقصود بهم أفسس 449 الذين أعلنت شهادتهم في اليوم السابق. ذكر المفوضون الأساقفة بأنه قد وضع على عاتقهم التعبير عن الإيمان الحقيقي، حيث أنه كان الغرض الرئيسي لإنعقاد المجمع. لكن عارض المجتمعون بشدة ضد الاقتراح القائل بأنه ينبغي عليهم أن يجرؤوا على صياغة عرض آخر للإيمان بالإضافة إلى ما تم تعليمه من قبل الآباء ووضعوه كتابة. وعندما اقترح المفوضون اللي هم ممثلي الإمبراطور أو القضاء بأن المطارين الرؤساء وقليل من أساقفتهم يتشاوروا معا بالرأي لإزالة أي شك بشأن المعتقد الأرثوذكسي، احتكم الأساقفة لعقيدة أفسس وصرخوا: القانون لا يسمح بعرض آخر للإيمان. شايفين حتى اللي كانوا هناك في خلقدونيا ومنهم اللي كانوا صدقوا الادعاءات، فاكرين هم كويس ان القانون لا يسمح بعرض اخر للايمان، يعني ما ينفعش يكون في صيغة ايمانية او تحديدات ايمانية جديدة. ودي فيها رد برضو على الادعاء بحكاية عرض صيغة المصالحة يعني، لكن هنا كان بيتكلم على تحديد الإيمان اللي عايزين يعملوه في خلق دنيا. دعوا تعليم الآباء تسود عند هذه النقطة. تقدم فلورنتيوس أسقف ساردس لمصالحة الأساقفة من خلال اقتراح منحهم وقتا للتفكير، حيث كان من المستحيل على أولئك الذين تعلموا اتباع المجمع الرسول المقدس نقيا وما صيغ بحق وتقوى في أفسس وفقا لإيمان كيرلس وكليستين وقبلوا خطاب لون في معالجة سؤال الإيمان. ثم قرأت مراسيم نقيا والقسطنطينية ورسالتي كيرلس إلى نصر ويوحنا الأنطاكي اللتان استقبلت بهتاف، وبعد ذلك جاءت قراءة طومس لاون.
قوبلت هذه الوثيقه ايضا بصرخات الموافقه. في ناس كتير كانوا وقعوا قبل المجمع عليه، وغير بقى ان كان المجمع فيه اعداد كبيره زي ما قلنا المره اللي فاتت، اختصاصهم صرخات الموافقه. وصرخ الأساقفة: هذا هو إيمان الآباء الرسل، هذا ما نؤمن به جميعا. لقد تحدث بطرس من خلال لاون، هكذا علم كيرولوس. لاون وكيرولوس يعلمان نفس التعليم. الحرم لمن يعلم خلاف ذلك. هذا هو الإيمان الحقيقي، الأرثوذكس يتمسكون به، إنه إيمان الآباء. لماذا لم يقرأ في أفسس على توماس لونك منه ما تقراش في أفسس 449؟ ديسكورس أبقاها مخفية. كلام الحلو ده القوي ليه خبوه في أفسس؟ هم بيقولوا كده، ده تفتكروا ان انا اللي بقول كده يعني؟ ده كلامهم هم. لكن أساقفة الليريكوم وفلسطين لم يستطيعوا قبول هذا الحكم أو الرأي على وجه الخصوص، وأشاروا إلى 3 فقرات في الطومس والتي بدت لهم أنها تشير إلى العقيدة النسطورية. وإحنا أشرنا في الفقرة اللي قبل كده البعض بتقسيم الطبيعتين، وترى أن في المسيح شخصين، ولم يكونوا راضيين عندما قدم الكاتب العدل الرئيسي في المجمع إتيوس رئيس شمامسة القسطنطينية اقتباسات موازية من المبارك كيرولوس. ما انبسطوش إن بدأوا يجيبوا أقوال للقديس كيرولوس يعني مش منطبقة أو في يعني تأييد في مش في محله يعني. وهكذا خلال المتحدث باسمهم إتيكوس، هؤلاء طلبوا منحهم وقتا لمقارنة كتابات البابا مع رسالة القديس كيرلس الثالثة لنسطور والحرمات الاثني عشر الملحقة بها، لأنهم لاحظوا أن هذه الحرمات الاثني عشر لم يحدث لها ذكر. يعني قعدوا يقولوا لهم تخلوا بالكم الكتابات دي هي المرجع لنا اللي ذكرناها قبل كده، واهم حاجه اتقالت في الموضوع ده القديس كيرلس قالها اللي هي الرساله اللي تحوي الحرمات الاثناشر، ما جاش اي ذكر ليها، في حين ان الاغلبيه لم تؤيد مثل هذا التاجيل، حيث انهم قالوا انه تم توقيع الطومس بالفعل من قبل معظمهم. ولرغبة المفوضين في تأمين التصويت بالإجماع، اقترح المفوضون أن أناطوليوس أسقف القسطنطينية يجب أن يدعو معا بعض أولئك الذين قبلوا الوثيقة، وبمساعدتهم يعدون بيانا من شأنه توطيد طمأنة إتيكوس والمشككين الآخرين. في ختام الجلسة الثانية التمس الإيليريون إظهار الرحمة لرؤساء مجمع أفسس وحتى لديوسكورس، لكنهم لم يلتفت إليهم. ولكن خلافا لذلك تعمد المجلس في الجلسة الثالثة لفصل أسقف الإسكندرية عن المتهمين معه وشرع في فحص قضيته. الكلام ده اللي جابه سيلرز. ثم قال إتيكوس، دي جت في المضمون المجمع الخلقدوني: أتضرع إليكم أنكم تمهلوا لنا بحلمكم أيها القضاة، لبينما شرع بهدوء من غير اضطراب بما يرضى الله وللآباء القديسين في مدة أيام قليلة،
ولكن لأن الآن قريت رسالة سيدنا وأبينا قدس لاون الأسقف الجالس على الكرسي الرسولي، فيجب أنها تدفع لنا مع رسالة كيرلس الذكر الصالح إلى نسطور يأمر في بها أنه يقبل المقالات الاثني عشر، لكي ما نجد مستعدين في وقت المجادلة فهتف الأساقفة المقرمين أنت مهلتم علينا، نريد أنه يفحص أيضا عن قول الآباء وتعليمهم. فأجاب القضاء والمحفل العظيم وقالوا فنبقي المجلس إلى 5 أيام. في كتير طلبوا، لأن معروف في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا إن أقوى ما كتب القديس كيرلس في شرح وتحديد بالتفصيل الموجز ما يخص سر التجسد والاتحاد الطبيعي والأقنومي هي الرسالة التي تحوي البنود الاثناشر. وفيما هم يجتمعون عشان يناقشوا عمق هذا الموضوع ويقيموا توماس لاون، يلاقوا ان جابوا لهم كل حاجة يقروها ما عدا كتابات القديس كيرلس، ولا سيما الرسالة اللي تحوي البنود الاثناشر. فالأسقف قالوا لهم امهلونا 5 أيام تبقى في ايدنا رسالة القديس كيرلس ومعها توماس، ونقدر نقيم ونقيس بيها. طبعا طبعا الكلام ده يغيظ نواب روما جدا، ان يعتبروا ان رسالة لون دي يعني حاجة كبيرة، يعني في نظرهم ده يجب القديس كيرلس كمان، ده خليفة بطرس. عشان كده خلي بالكم اللي وقف لهم في خلق دنيا، اوعوا تفتكروا البابا دي اسقرس بس، لا ده القديس كيرلس كان حاضر ايضا. عشان كده لما رفضوه ما رفضوش لوحده، رفضوه والاباء. الموضوع ما كانش البابا ديسقورس على الاطلاق. لذلك فقبل ان تتم 5 أيام قرروا بقى قبل ما تتم ياخدوا موقف. سيلرس بيقول ايه، نحن بالفعل لاحظنا انه في نهاية الجلسة الثانية بعد أن أعرب الإيليريون عن اعتراضهم على توماس لاون، أمر الضباط الإمبراطوريون أسقف القسطنطينية بالدعوة لعقد مؤتمر ليجري هذا التحقيق في موضوع الإيمان. كل في أناطوليوس بعمل مؤتمر، وإن يفحص الأمر بعد 5 أيام، يعطى 5 أيام للدراسة. طبعا هم كانوا فاكرين ان توماس ده اول لما هيعلنوه الكل هيقول يعني ايه موافقين خلاص، ولا سيما ان هم وقعوا بس ما وقعوا مش بحرية، تحت التهديد. فالتوقيع بالإجبار شيء، وبالاقتناع وبالموافقة شيء تاني خالص. عشان كده في كتاب برضو مرجع بدأنا هنستعين به في ناخد منه بعض الحاجات، اللي هو مجمع خلق دنيا إعادة فحص، كان منشور باللغة الإنجليزية والترجم عربي قريب.
بيقول ولم يأتي حكم ممثل الإمبراطور بالصورة التي تساند موقف روما تجاه بابا الإسكندرية، ولذلك فلم تكن نتائج جلسة يوم 8 أكتوبر في خدمة مصلحة روما بالكامل، اللي هي الجلسة الأولى اللي اتهموه فيها وكل الاتهامات تم تفنيدها، كما لم تسفر الجلسة الثانية يوم 10 أكتوبر أيضا عن نتائج أفضل. فعلى الرغم من مزاعم البابا ليو ومندوبيه أنه بمجرد أن يقرأ خطاب لبابا روما في المجمع فإن المجمع بأكمله ينبغي أن يقبله بدون نقاش، فقد اعترض البعض في يوم 10 أكتوبر على 3 فقرات في الطومس، كما طلب أحد الحاضرين بعض الوقت ليقارنه بالرسالة الثالثة لكيرلس إلى نسطور وبالحروم 12، والتي من وجهة نظر روما لا يمكن أن تكون ذات سلطة قانونية أعلى مما لتوماس لاون، نفس اللي كنا بنقوله يعني. وهكذا جاءت الجلسة الثانية يوم 10 أكتوبر على عكس ما أرادت روما، وأصبح على مندوبي الكرسي الغربي ومؤيديهم أن يسعوا لكي يتخلصوا من الخلل الذي ظهر بها، ولذلك انتهزوا فرصة توقف المجمع لمدة 5 أيام التي أعلنها ممثل الإمبراطور، وحاولوا أن يؤمنوا مسألة قبول توماس ليو مع كل الوفود المعترضة بما في ذلك البابا ديسكوروس، لأنه من وجهة نظر روما لا يعتبر رفض قبول توماس هو فقط ابتعاد عن الأرثوذكسية، ولكنه أيضا رفض للسلطة البابوية على الكنيسة، والتي كانت لها دلالة خاصة بالنسبة لبطريرك الإسكندرية. يعني هم مش عندهم، مش هي الإيمان هو اللي شاغلهم، لا، ده إزاي رسالة لينا لا تقبل، مش لا تقبل وبس، الكل قوم وبطرك الإسكندرية ده ايه في كفة لوحده، انه يرفضها ما يوافقش عليها دي جريمة لا تغتفر، في حساسية ارتكالية تجاه كرسي الإسكندرية. طب يعملوا ايه؟ بصراحة هم ما قدامهمش غير حل واحد بس، بحسب فكرهم اللي بيفكروا بيه دوت، حسب طريقتهم العالمية غير الروحية والإنجيلية، فكان لابد من التخلص من البابا ديسكورس. طبعا هم عملوا الجلسة الثانية بوجود ممثل الإمبراطور، وأعلنوا فيها أن ترفع الجلسة وتعقد بعد 5 أيام وتعطى فرصة لدراسة الإيمان والطومس في ضوء رسالة القديس كيرلس التي تحوي البنود 12، وكانت تلك هي الظروف التي فيها تم عقد الاجتماع الخاص لإقصاء بابا الإسكندرية من الكنيسة بواسطة مندوب روما،
ولم تحترم فترة توقف الأيام الخمسة، وإنما تم الاجتماع يوم 13 أكتوبر برئاسة باشيسينوس. ولم يحضر هذا الاجتماع ممثل الإمبراطور ولا الأساقفة الستة الذين أدينوا. طبعا كانوا عارفين في نهاية الجلسة الأولى صدر حكم عام على رؤساء مجمع أفسس أدنوهم كلهم يعني. لا ده كان أكتر يعني، كانوا خمسة. لم يحضر ممثل الإمبراطور ولا الأساقفة الستة الذين أدينوا، كان في خمسة مع البابا ديوسكورس بالإضافة للثلاثة الرؤساء، كان أستاسيوس وباسيليوس اللي هم كانوا قيادات في المجمع برضه. كما أن الحاضرين كذلك كانوا قليل العدد، وقد عقد ذلك الاجتماع في مصلى أو مزار مارتيريون القديسة أفومية، كنيسة القديسة أفومية، فجأة بدون إعلان، بدون وجود القضاة المدنيين أو ممثل الإمبراطور. جه مندوبي روما ومعهم قلة من الأساقفة، عملوا جلسة غير قانونية بكل الأحوال. سيلرز اللي هو من الكنيسة الخلقدونية مش من عندنا، يعلق على عدم حضور القضاة، يقول ايه؟ ربما لم يكن المفوضون يعتقدون أنه من الحكمة التورط فيما يرجح أن يكون إجراءات عنيفة. علاوة على ذلك فقد أصدروا بالفعل حكمهم فيما يتعلق بالجان الرئيسي في أفسس، ومن ثم كان الأساقفة بلا شك معنيين بالموقف الرسمي من ديوسكوروس. يعني هو بيقول القضاة ما حضروش من كانوا أكثر نزاهة من ممثلي روما واللي تبعوهم، قالوا لا ما نتورطش في أعمال مش كويسة، احنا حكمنا وحكمهم كان ظالم، لكن في إلى حد ما حدود، وحكموا على ستة بالمسؤولية لما حدث في أفسس بحسب الإدعاءات. لكن دول جايين عايزين يغدروا بالقديس ديوسكوروس، استحرموا، ضميرهم ما سمحش ليهم ان يشتركوا في هذه الاجراءات الظالمة. يعلق يقول صامويل اللي هو عادة فحص، وده أرثوذكسي يعني محسوب هو من الكنيسة الهندية الأرثوذكسية، فمن العائلة بتاعتنا، بيقولوا على الرغم من أننا لا نملك دليلا مسجلا يخبرنا عن السبب وراء تغيب عدد كبير من الوفود الموجودة في خلقدونيا عن حضور هذا الاجتماع، إلا أنه يوجد في محاضر الجلسات ما يمكن أن يعطي تفسيرا مقبولا لذلك. ففي نهاية الجلسة الثانية يوم 10 أكتوبر صاح الفريق الشرقي مع رجال الدين
المناهضين لأوطاغي في القسطنطينية قائلين لينفى ديوسكوروس، لقد تخلى الله عن ديوسكوروس، ولكن الفريق الآخر هتف قائلا لقد أخطأنا جميعا ونطلب الرحمة لنا جميعا. ديوسكوروس مع المجمع، ديوسكوروس مع الكنائس. خلي بالكم كانوا بيقولوا أخطأنا جميعا مش عشان في خطأ حصل. مجمع أفسس لم يخطئ. اللي بيقولوا أخطأنا نوع من الاستعطاف، لكن لم يكن هناك خطأ، لئلا يظن أحد أن البابا ديوسكوروس قد أخطأ، ولكن كل ما عمل عمل بحق وكان شجاعا إلى النهاية. ولم يقل أخطأنا لأنه لم يخطئ، ولكنه قال ما تم قد تم بعدل وبحكم مجمع. ولكن نوع من الخوف، مش عايز أقول والجبن، لكن يعني من الخوف والتذلل والاسترحام، قالوا خلاص أخطأنا، أخطينا، إحنا أخطينا ونطلب الغفران، لئلا يظن البعض وهم يسمعون أن كان فيه خطأ بالفعل حصل. فقالوا لقد أخطأنا جميعا ونطلب الرحمة لنا جميعا. ديوسكوروس مع المجمع، ديوسكوروس مع الكنائس. ولا يكون أي شر حدث هو عليك وحدك، يعني ما يبقاش عليه لوحده. ليه؟ عمل إيه؟ وهو ديوسكوروس ما عملش حاجة، والقديس كيرلس ما عملش حاجة لما اتهان في أفسس برضه منهم وبعد نياحته، اللي هم جلسوا كحكام وقضاة ومفسرين في خلق دنيا. ويتبين لنا من هذا أنه كان هناك فريق من الحاضرين في خلق دنيا غير موافق على خطة مندوب روما، كما أنهم كانوا معارضين كما فعلوا من قبل لأي تعامل خاص موجه ضد البابا ديوسكوروس، ولذلك ظلوا بعيدين عن الاجتماع الذي كان ينوي أن يقوم بذلك. محدش حاضر، قلة حضرت، فهو من الأصل مجمع غير شرعي. ولو فرضنا جدلا أن هذا المجمع كان له شيء من الشرعية، فهذه الجلسة غير شرعية. فهو مجمع غير شرعي وهذه الجلسة غير شرعية، بل تعتبر نوع من الإجرام. بنقول في الجلسة الأولى والثانية في المجمع الخلقدوني كان أوسابيوس أسقف دوريليوم المحروم قد قدم عرض حال فيه اتهامات ضد القديس ديوسكوروس، وقد ناقشها المجمع، ولم يستطع أن يثبت التهم ضد البابا القديس، بل قد حدث العكس. وحينما قرأ توماس لون في الجلسة الثانية واعترض أساقفة صقلية وفلسطين على بعض المقاطع منها، ثم طلب أحد الأساقفة أن تعطى مهلة لدراسة هذا التومس ومدى مطابقاتها لرسالة القديس كيرلس التي تحوي البنود الاثني عشر، فأعطى القضاة مهلة 5 أيام. ولما كانت التومس لا تتفق مع البنود الاثني عشر
وأيضا لما كان وجود القديس ديسكورس في المجمع سيمنع إقرار هذا الطومس، لذلك تم التخطيط للتخلص من البابا ديسكورس وأن تهمل البنود الإثني عشر. ولذلك قبل أن تنتهي المدة المحددة تم عقد جلسة غير قانونية بعد 3 أيام للحكم على القديس ديسكورس الذي كان قد منع من الخروج بواسطة الحراس. وفي هذه الجلسة قدم أوسابيوس عرض حال آخر كشكوى ضد البابا ديسكورس، أما مضمونه فكان نفس الاتهامات التي نوقشت في العرض حال الأول وظهر زيفها، وهذا يظهر النية المبيتة والمؤامرة المحبوكة، إذ الهدف منه الحكم على القديس ديسكورس. وعندما جلس الحاضرون يوم 13 أكتوبر أعلن رئيس الشمامسة أتيوس والذي كان رئيس موثقي المجمع أن هناك دعوة مرفوعة من أوسابيوس ضد ديسكورس ويطالب ببحثها. فقال باشيسينوس المندوب الروماني، جلس مندوب روما عمل رئيس للقعدة والمجمع يعني، قال ايه بقى؟ انه ينبغي ان تحترم رسالة بابا روما، ومن اعترض عليها يجب ان يحضر في الوسط حتى يمكن ان نستجوبه، ولهذا السبب يتعين قبول دعوة أوسابيوس. هو ده الايه السبب. طب ما في قالوا بعد 5 ايام واللي هتدرس في ضوء كتابات القديس كيرلس. وكانت النقطة الرئيسية التي حددها رئيس الوفد الروماني واضحة تماما، فالبابا ديسكورس قد رفض أن يؤيد توموس لاون، وبالتالي أصبح مستحقا للوم، واحتاج هذا الأمر إلى محاكمة زائفة للرجل. وكان أوسابيوس المجرد من المبادئ والضمير مستعدا فيها لأن يقدم مساعدته بلا أي تذمر، وعلى ذلك عد أوسابيوس دعواه بالاتفاق مع مندوب روما ضد خصمه. وكانت هذه الدعوة تتضمن على وجه الخصوص الاتهامات التي احتوتها دعواه الأولى، ولم تكن السلطة الإمبراطورية ترغب في أن تتورط في تآمر من مثل هذا النوع. لذا بقي ممثلو الإمبراطور بعيدين عن هذا الأمر، والمسألة لم تكن هرطقة ولا حتى مشدة، ولكن الحقيقة بضمير صاف هي أن البابا ديسكورس لم يستطع أن يتكيف أو يتوافق مع الفكر اللاهوتي الذي تضمنه التومس. جلسة مخصوص لتنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة. أرسل المجمع إلى ديسكورس. هو طبعا احنا بنقول مجمع، هو مش مجمع، بس احنا بنقول يعني ايه المذكور في الروايات. أرسل المجمع إلى ديسكورس يقول إن المجمع المقدس يطلب إلى سيادتكم أن تحضروا. فقال ديسكورس إنني أنتظر، فإذا سمحوا لي حضرت، ثم استطرد إني مستعد لحضور المجمع ولكن لم يؤذن لي إن حطين عليه حراسة. حراسة ليه؟
تعرفين البابا كيريلوس في مجمع أفسس المسكوني اتسجن برضو، رغم أنه كان في عهد سيودوسيوس، لكن خدع الإمبراطور ساعتها، ما كانوا منعوا عنه وصول قرارات المجمع. نفس الفريق ده، عشان كده دايما بنقول استقامة العقيدة مرتبطة باستقامة السلوك، والانحراف اللاهوتي والانحراف العقيدي بيقترن بانحرافات في السلوك أيضا. ما لو الناس مختلفة في الفكر خلاص، يعني ما حدش هيتصرف تصرف غلط، بالعكس ممكن الناس توصل للحقيقة طالما في صفاء وفي نقاء وفي نية خالصة ورغبة في معرفة الحق. اللي قلته ده من مخيل الكبير في مضمون المجمع الخلقدوني، برضو ورد بنفس المعنى، أرسلوا إليه الحضور فاحتج بأن الحراس يمنعونه وطلب منهم أن يكلموا الحراس، فبيقول لهم قلت لكم أن الحراس يمنعوني عن الخروج، فأجاب ديوسكوروس وقال أنا بحكم الحراس مسجون، فاسألوهم إن كانوا يأذنوا لي في الخروج، فقال له أكاكيوس الأسف المجمع ليس أرسلنا إلى الحراس بل إلى قدسك بأنك تعتني وتذهب إلى المجمع، فأجاب ديوسكوروس وقال أما أنا مستعد لذلك ولكن الحراس يمنعوني، قولوا لهم مش شغلنا، المجمع بعتنا ليك أنت مش للحراس. بنحاول نتكلم بطريقة يعني لائقة في الشرح، لكن طبعا التصرفات كانت غير لائقة على الإطلاق. أثناء الحوار معهم اللي راحوا له أثناء المناقشة، ذكر إيتيكوس أمام البابا ديوسكوروس إن أوسابيوس قدم دعوة ضده، ومن ثم فإن حضوره ضروري لكي يتعامل مع الأمر. وهنا أدرك البابا ديوسكوروس المسألة بقى، قال له ده أوسابيوس قدم دعوة إيه ضدك. فعلم القديس ديوسكوروس ما يراد من دعوته، حيث يريد إعادة مناقشة شكوى أوسابيوس وإبطال ما قضى به المجمع في الجلستين السابقتين بتبرئته، أو بالأحرى ظهور وإثبات براءته. كل الاتهامات اللي اتهموه بيها ثبت بطلانها، ولذلك عندما رجع إليه المندوبون ومعهم تصريح السلطات بأخذه إلى الاجتماع، أخبرهم بأنه لن يأتي معهم إلا إذا كان ممثل الإمبراطور سيحضرون ذلك الاجتماع. فعاد المندوبون وأعطوا تقريرهم إلى الاجتماع من مصدر آخر حسب المضمون المجمع الخلقدوني. إن المجمع نظر في أمري أولا والمحفل العظيم، فالآن ماذا يريد المجمع مني؟ فهل يقصد يبطل ما قضى علي ما قضي علي؟ فلأجل ذلك ليس أنا أحضر في المجمع إن لم يكون هناك القضاة الذين كانوا المحضر ليفحصوا عن الأمر ثانيا. القضاة اللي هم فحصوا قبل كده يكونوا موجودين. فتحايل المجمع وأرسل مرة أخرى يقول القديس ديوسكوروس قد رسم الملك سابقا أن يفحص عن دعوتك في محضر القضاة والمحفل العظيم وأمامنا، وتتبين المنازعة التي بينك وبين أوسابيوس أسوف دوريليا،
فقد رسم الآن هذا المجمع المقدس متأيد بقوانين الآباء وسلطانهم لا يبطل شيء مما صار في دعوتك في ذلك المجلس المقدس. شوفوا الخداع، يقول له قد المجمع مش هيبطل حاجة من اللي حصلت قبل كده يعني. بل الآن أوسابيوس أوسوف دوريليام قدم لنا كتاب وقد اندعى عليك في بعض أمور أخرى. احنا مش هنتكلم عن اللي فات ده، في حاجات جديدة اتقدم ليك فيها. فأجاب ديسكورس وقال لهم لا أستطيع أن أذهب إلى المجمع لأني ضعيف، ثم أرغب أيضا أن يكونوا حاضرين القضاء والمحفل العظيم في ذلك المجلس الذي مزمع أن يتعرض به أمري. فأجاب ديسكورس أنا قلت لكم إني بغيبة القضاء ليس يمكن لي الحضور، من غير القضاء مش هحضر. ثم سأل القديس ديسكورس أيضا عن الأساقفة الذين شاركوا في مجمع أفسس، هل حاضرين أم لا، لأنهم شركاء وشهود في نفس الوقت، واشترط حضورهم ولكن لم يكونوا حاضرين لأن المؤامرة كانت ضده فقط، ويتضح ذلك من الآتي. أنا قلت لكم بلغة مفهومة الأول وبعد كده نقول بالنص اللي جه في المراجع يعني. فأجاب ديسكورس هل هم حاضرين الآن في المجمع؟ يوبناليوس وتلاسيوس وأوسابيوس وباسيليوس وأوستاسيوس. فأجابه فرغام الأسقف أما المجمع المقدس ليس أمرنا أن نعرفك بذلك، بل لندعيك لتحضر في المجمع، فينبغي لك تكرم المجمع بالطاعة وتحفظ القوانين. فأجاب ديسكورس كل ما قلت أولا فأقوله الآن، وقد طلبت من ملكنا أن يكونوا حاضرين القضاة ليبحثوا عن أمري ويسمعوا دعوتي ويحضروا معي الأساقفة الذين قد شكاهم إلى المجمع الأسقف أوسابيوس ليحتجوا معي عما يعترض علينا كلنا. فأجابه شقروب أما أوسابيوس يشكيك أنت ولم يطلب غيرك. فأجابه ديسكورس خاطبا قد توسلت إلى حضرة ملكنا بأنه يأمر أن يحضروا معي الأساقفة المذكورين لأن أوسابيوس لم يدعيني أنا فقط في أمر يخصني أنا من دونهم، بل فيما عملنا جميعنا في المجمع الأفاسوسي. فطبعا عرف المؤامرة المتدبرة فرفض الحضور إلا في حضور القضاء والأسقف اللي معاه باعتبارهم شركاء وشهود. فلما رأى المجمع جوابه وحجته القوية دبروا له دعاوي كيدية كاذبة تخص وحده لكي تكون لهم حجة لطلبه للحضور، وهذه الدعاوي لا تختلف كثيرا عن تلك التي اتهم بها البابوات السابقون مثل البابا أثناسيوس وكيرلس وغيرهم. فتآمروا مع أربعة رجال من الإسكندرية ليقدموا دعواهم ضد البابا ديسكورس. كان هناك أربعة رجال من الإسكندرية معهم دعاوي ضد البطريرك ديسكورس، وهؤلاء الأربعة هم القصة أثناسيوس والشماس يؤدور والشماس إسخريون وشخص رابع علماني هو سفرونيوس. وكانت شكواهم ضد البابا ديسكورس هي، شوفوا بقى الشكاوي الكيدية تقول إيه، إن يسيء معاملتهم جميعا بطرق مختلفة، بيعملنا وحش، بيعملنا ايه، انه يختلف مع القديس كيرلس في الفكر اللاهوتي وامور اخرى. ديسكورس بيختلف عن مين، انه يعيش حياة فاسقة منغمسة في الملذات، انه يتحدى سلطة الامبراطور، لكن يقولوا يتحداها في ايه، عمل ايه، كلام وخلاص، انه حرم
لون بابا روما. الله طب ما دوكها حرم البابا ديسكورس لما من 6 أشهر لما قال يرفع اسمه من الدبتيخ بأي سلطة. إن هناك سخطا واستياء كبيرا ضده في الإسكندرية. إسكندرية يعني متضايقين منه ومش طايقينه، في سخط عليه. مين اللي بيقول كده؟ دول اللي هو مات في ما في يوم استشهد 200,000 في الإسكندرية وفاء للبابا ديسكورس. وبعد أن استلم المجمع من هؤلاء الرجال تعهدا بأنه في استطاعتهم إثبات ادعاءاتهم، يعني معنى كده ادعاءات مش مثبتة، أمر باشيسينوس أن تقرأ هذه الدعاوى التي كانت مرسلة إلى لاون. ده هي الدعاوى دي أصلا اتفقوا مع الناس دي قدموها للاون بصفة إيه لاون؟ يعني بقى ابتداء من لون، قبل كده ما كانش الحكاية دي موجودة، لكن بدءا من لون أصبح السلطة العليا للكنيسة لأسقف روما. من إمتى الحكاية دي؟ من لون بعد ما مسك بكذا سنة، من أول ما زاره سؤدوريتوس قلدوا هذا المنصب. ونحن لا يمكننا بأي حال، ده هنا صاحب كتاب مجمع خلقدوني إعادة فحص، نحن لا يمكننا بأي حال أن نتحقق من مقدار الحقيقة في هذه الإدعاءات التي تضمنتها تلك الدعاوي، كما أن التعهد الذي أخذه باشيسينوس من الرجال لا يعني الكثير أيضا. ولكن بالرغم من هذه التهم المؤذية، وحتى بالرغم من عزله في مجمع خلقدونيا، فإننا نعرف أن البابا ديسكوروس كان محبوبا جدا ومبجلا بشدة من قبل الغالبية العظمى من الشعب في مصر، وقد استمر الشعب في إخلاصه وولائه الثابت له طول حياته، بل وظل يتذكره بعظيم التقدير حتى بعد نياحته. وقد أحضرت رفاته إلى الإسكندرية ودفنت بواسطة السلف هناك. فلو كان البابا ديسكورس هو من ذلك النوع الذي صوره به متهموه، فيكون من الغريب حقا أن يكون له مثل هذا الإجلال العظيم في المجتمع المسيحي بمصر حتى بعد عزله وإهانته. ومن ثم أرسلوا إليه للمرة الثالثة ليحضر، فكان جوابه كالآتي: أجاب ديسكورس الأسقف: قد أعلمتم بما يخصني، فيكفي الذي قلت لكم سابقا، الذي قلت لكم ما أستطيع أزيد عليه شيء. ثم قال يوحنا: نحن ليس نلزمك قهرا بل المجمع المقدس، وتعلم أنك تستطيع أن تنقض ما اعترض عليك أوسابيوس الأسقف وما رفع عليك الذين أندعوا عليك أمام المجمع المقدس، فاحضر أمامه ونجي الكنيسة المقدسة من هذا العار. فأجاب ديسكوروس: أما الكنيسة الجامعة فهي بريئة من كل دنس وعيب، فحشاها من ذلك. اللي يقول نجي الكنيسة من العار، عار إيه اللي يصيب الكنيسة؟ وأنا عالما كيف جاوبت خصمي عما اعترض. وأضاف أيضا: لأني أعرف كيف وصل الحال إلى انتقائي والانفراد بي دون الباقين. فحاولوا ثانية أن يقنعوه، ولكنه قال: ما قلته قد قلته، وأنا لا أستطيع أن أفعل أي شيء آخر. بعد المرة الثالثة صدر الحكم الباطل ضد البابا ديسكورس، وقد صاغ الحكم وأصدره مندوب لون، وصدق عليه باقي هراطقة
مجمع خلق دنيا الذين كانوا قد وقعوا على الطومس من قبل انعقاد المجمع، وكانت التهم الموجهة إلى القديس ديوسكوروس كالآتي: 1. قد قبل أوطاخي بخلاف ما تأمر القوانين الذي كان سابقا انحرم من أسقفه. والحكم ده ينطبق بشدة وبعنف على لاون اللي قبل المحكوم عليهم من مجمع مسكوني مش من أسقفه، وأعطاهم الشركة والحل. بابا ديوسكوروس لم يقبل أوطاخي بصفة شخصية، ولكن بقرار مجمع أيده مغلبية الحاضرين ومجمع مسكوني. ليس أذن أن تقرأ رسالة لاون المرسلة إلى فيليبيانوس، وطبعا ناقشنا النقطة دهيت، وده إكرام للاون أنه لم يقرأها، لأنها لو قرأت لحرمت في تلك اللحظة بما تحويه من هرطقات وبدع. ولكن هو الوحيد اللي قال لتقرأ رسالة أخينا لاون، والوحيد اللي طلب قراءتها هو اللي ايه يتهم. زاد على سيئاته الاولى فيما تجاسر وحرم لون الحبر الاقدس صاحب كرسي كنيسة روميا الكبرى، فطبعا كان قد تم ذلك بالفعل، فيكون بعد أن قبل لاون في شركته المحرومين من مجمع مسكوني، كما أنه قد تجاسر وحرم البابا ديوسكوروس وطلب من أناطوليوس أن يحذف اسم النديبتيخة قبل ذلك بستة أشهر بطريقة غير شرعية، فاللي يتحكم عليها لاون. نمر 4. ثم انعرضت به للمجمع المقدس عرض حالات مشتملة على سيرته القبيحة، ومن غير ذلك قد دعاه المجمع 3 دفعات بموجب القوانين الكنيسية فخالف أمره وأبى المسير إليه. عجبت عن الذي يتكلم عن القوانين وهو يكسرها ويخالفها. فيما هو يخالف القانون يدعي الحكم بالقانون. الحاجة بقى اللي هي لا تغتفر قوي خالص، ويمكن السبب الأول يقولوا إن استمر في غطرساته، في حين أن المذنبين الآخرين تائبين عن أثامهم وقد غفر لهم الكرسي الرسولي. يعني الآخرين راحوا وطلبوا المغفرة من الكرسي الرسولي فتابوا فغفر لهم، لكن ده ما راحش. وطبعا لو كان راح ما كنتش أتكلم عنه بافتخار دلوقتي، ما كانش بقى هو يبقى البابا ديوسكوروس بطل الأرثوذكسية العظيم اللي دافع حياته وراحته وكرامته الأرضية من أجل كرامة الإيمان وجلاله. أدي التهم التي يتهم بيها اللي بينسبوها للبابا ديوسكوروس. وقد أرسلوا إلى البابا القديس ديوسكوروس قضية الحكم عليه، ومما جاء فيها اتأمل بذاتك كونك حقرت القوانين الإلهية وخالفت هذا المجمع العام المقدس وما يزيد على ذلك من دون بقية أفعالك القبيحة الذي أنت وجدت بها مذنبا. أبيت أيضا المسير إلى هذا المجمع العظيم المقدس، وما دعاك 3 دفعات حتى تجاوب الذين اندعوا عليك.
طبعا الحكم ده أرسل لمرقيان، ما نعرفش إمتى بالضبط، لكن أرسل المجمع رسالة إلى الملك مرقيان شرحوا فيها حيثيات الحكم على القديس ديسقورس والتهم الموجهة إليه ومما ذكر فيها من أسباب الحكم، لأنه منع قراية رسالة لاون، أعاد أوطاخي المتمسك بكفر باني الملحد والمحروم سابقا كونه عنف أوسابيوس الأسقف قبل بغير إذن الآباء أناس الذين كانوا انحرموا من مجامع مختلفة، حيث تأمر القوانين أن لا يجوز لأحد استقبال من حرموا أسقف. عجب العجاب، عجب العجاب، يعني يعني يقول لك فيما تدين غيرك تفعل أنت مثل هذه الأمور عينها، يعني بيدينوه بما يفعلوه مش بما فعله هو. وبعدين بيقول كوني قبل بغير إذن ناس انحرموا من مجامع مختلفة، مين؟ ما قالوش مين؟ مين اللي قبله؟ محدش عمل كده غير لاون، لكن محدش قال لنا وما قالولناش قبل مين محروم. اللي عمل كده لاون فقط، ومش من اسقفه ده، قبل ناس محرومين من مجمع مسكوني. لكونه من دون بقية أسامه افترى وأخذ ينبح على الكرسي الرسولي بعينه وقصد حرم بابا لاون الأب الأقدس واستمر على اسمه القديم وخالف هذا المجمع. وحين رفعوا عليه رفايع كثيرة ما استطاع يبرز نفسه مما اعترضوا عليه. ومن بعد المجمع المذكور وجه إليه ثلاث دفعات كموجب قوانين الكنيسة بالمسير عنده، أبى وما أراد أن يحضر أمامه. كل هذه التهم افتراءات كاذبة. في المجمع الخلقدوني أدرك أساقفة الصقلية وفلسطين خطورة المؤامرة ضد الأرثوذكسية وضد القديس البابا ديسقورس، وأيقنوا أنهم وإن كانوا هم أنفسهم قد خضعوا ورضخوا لإرهاب الملك والملكة ونفوذ لاون، إلا أنهم بما يعرفونه عن المصريين من فهم عميق للإيمان الأرثوذكسي وتمسك شديد بالإيمان الذي لا يلين أمام أي تهديدات مهما كانت، وأنهم على استعداد للاستشهاد دون تفريط في الإيمان. فأيقن هؤلاء الأساقفة أن الكنيسة تشرف على محنة عظيمة وانقسام، لذلك حاولوا أن يكون هناك عفوا عن الجميع وقالوا أساقف الصقلية وفلسطين، ده حسب جه في مضمون المجمع الخلقدوني اللي هم نشروه، قالوا إيه؟ أيها القضاة والمحفل العظيم، من أجل الأمانة أو الإيمان، فإن كلنا أخطينا فليغفر للجميع. ثم قالوا شمامس الكنيسة القسطنطينية ليس يتكلم هكذا مجمع الأساقفة بأسره. دول أسقفة بيقولوا كلنا أخطينا، مين بيرد عليهم؟ مليين اللي هم شمامسة القسطنطينية عشان يغروشوا. اللي بيقول كده مين؟ هم في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني. إيش دخل الشمامسة؟ واللي خلاهم صوت في مجمع؟ عشان كده بقول لكم مجمع باطل من الأساس، مش جايب من مرجع من عندنا.
فلما قالوا كلنا أخطينا فليغفر للجميع، قالوا شمامسة الكنيسة القسطنطينية ليس يتكلم هكذا مجمع الأساقفة بأسره. ثم قالوا أساقفة الشرق والذين معهم ينفى المصري. المصر دي كانت يعني عاملة لهم حساسية غير عادية من زمان. مصر دي يعني محسودة، معرفش ليه. لا هو ليه كتيرة، أسباب كتيرة تتحسب طبعا على كل حاجة فيها، حتى البركة اللي ربنا اداها لنا وجي أرض مصر يستكتروها علينا برضو. ينفى المصري. ثم أساقفة الصقلية والذين من حزبهم، وقالوا كلنا أخطينا فاشفقوا، اشفقوا على الكل، ونطلب ذلك من الملك الأرثوذكسي، لأن الكنائس أشرفت على الخصومات والانشقاق. صرخوا الشمامسة بتوع القسطنطينية: انفوا ديوسكوروس، اعزلوا المخالف، المسيح قد دان ديوسكوروس. فصاحوا أساقفة الصقلية والذين معهم: كلنا أخطينا فسامحونا، ردوا للمجمع ديوسكوروس، لا يصير في ولايتكم شر، لا يحدث لأحد ضرر في أيام دولتكم، ولا يصير في زمانكم انشقاق. عشان كده مرقيان ده دخل التاريخ من أردأ أبوابه. فهتف شمامسة كنيسة القسطنطينية: الذي يخاطب ديوسكوروس هو يهودي. ثم قال أساقفة الشرق والذين معهم: انفوا المصري، انفوا المخالف. قال أساقفة الصقلية: ردوا الآباء إلى المجمع. ثم قالت القضاة والمحفل العظيم: يعمل بما ذكرنا سابقا. وهكذا ضاعت توسلات وصيحات أساقفة الصقلية سدى أمام زئير قوى الشر الخلقدوني، فانقسمت الكنيسة، ولم يضعف رجال وشعب الكنيسة في مصر أمام هذه الهجمات، إذ قد سبق الله فدربهم على مواجهة المحن العاتية خلال عصور الاستشهاد. ومما تقدر ملاحظته أن الشمامسة كان لهم الدور الأكبر في مجمع خلق دنيا، فهو ليس مجمع أساقفة، ولكن كان مجمع هراطقة وشمامسة. وإن كان أظن أن هم ما كانوش شمامسة حتى، أن حتى الشمامسة لا يتصف بهذه الصفات. شوفوا سيلرز اللي هو الخلقدوني، ولكنه عالم من العلماء المؤرخين اللي بيدرسوا التاريخ واللاهوت. شوفوا بيعلق على القديس ديوسكوروس يقول ايه. يقول: وهكذا انتهت مسيرة من استمر إلى النهاية مصراً في رفضه قبول الطبيعتين، حتى في المنفى. هذا الحارس الأرثوذكسي للإيمان باعتباره لا يزال الشجاع ديوسكوروس، الذي ظل متمسكا بأن الآباء المزعومين في خلق دنيا قد نبذوا الطريق الأرثوذكسي ولم يكف عن حرم مجمع الظالمين. البابا ديوسكوروس حرمهم كلهم. هقولها لكم تاني التعبير بتاع سيلر ده، يعني تعجبت ان واحد حتى الغريب يكتب كده الحقيقة. ولهكذا انتهت مسيرة من استمر إلى النهاية مصرا في رفضه قبول الطبيعتين،
حتى في المنفى، يعني الظلم والحكم ما خلاهوش يلين. هذا الحارس الأرثوذكسي للإيمان باعتباره لا يزال الشجاع ديوسكوروس، هو الوحيد اللي وقف شجاع ولم يلين، الذي ظل متمسكا بأن الآباء المزعومين في خلق دنيا قد نبذوا الطريق الأرثوذكسي ولم يكف عن حرم مجمع الظالمين. ويقول مجمع الظالمين ده مين اللي بيقول كده؟ سيلرز. مع انه خلي بالكم لما تشوفوه في حاجات تانية منحاز ليهم برضو، لكن يجي في لحظات معينة اشعر ان دمه فار من يعني فظاظة الاحداث التي لا تليق. واحد تاني خلق دوني صرف يقول لم يكن الوضع فيه بالهين، فالحزازات ضد ديسكوروس أصف في الإسكندرية قوية جدا وبارزة منذ الجلسة الأولى، فصدر الحكم عليه بالخلع في الجلسة الثالثة، ولكن نص الحكم لا يتضمن أبدا أي اتهام لاهوتي، فالخلاف شخصي. الخلاف ايه؟ شخصي، والتهم تتعلق بمخالفات قانونية. ويؤيد هذا تصريح أناطوليوس أسقف في القسطنطينية في جلسة 22/10 من أن الخلاف مع ديوسكوروس ليس خلافا لاهوتيا. اللي يسمع تعليقه كده يقول ده كويس، يعني ده خلاف شخصي. لكن العجيب بقى لما الشخص ده اسمه أسبيرو جبور، قريت له عدة كتب، من المتمسكين جدا بالفكر اللاهوتي الخلقدوني. العجب في ايه بقى؟ أنا كتبت التعليق بقول عجيب هو أمر الخلقدونيين إنهم يرددون بأن البابا كيرلس قد أقر بالطبيعتين، رغم أنه قضى حياته كلها يشرح ويؤكد إيمانه بالطبيعة الواحدة. والأدهى من ذلك، يحاولون إظهار أن البابا ديوسكوروس أيضا كان لا يختلف معهم لاهوتيا في الإيمان بالطبيعتين، كأن الأمر كله مجرد خلاف شخصي. ولكن الواقع الواضح لكل دارس محايد، فإن الخلاف بالنسبة لآبائنا، معهم كان خلافا لاهوتيا محض، ترفع فيه الآباء عن كل ما هو شخصي، ولكن نرى على الجانب الآخر الخاص بالنصاطرة والخلقدونيين أن الخلاف مع آبائنا كان خلافا لاهوتيا واقترن بالأحقاد الشخصية بسبب مقاومة الآباء لإيمانهم المنحرف. يعني آبائنا الحاجات الشخصية ما كانتش تشغلهم. أما يعني البابا كيرلس لما هنوه تعبوه وكان في مساعي لأجل المصالحة وحب يلف ويدوره وعايزينه يتنازل شوية، قال لهم كل ما هو شخصي أنا متنازل عنه، سأتنازل عن كل الإهانات القاسية أو الشرسة، يعني وصفها كده بوصف صعب، الصعب قوي، قال هتنازل عنها. لكن مش ممكن أتنازل عن ما كتبت وعن الإيمان، فإذا التزموا بقرارات مجمع أفسس فيكون هناك إيه؟ صلح.
البابا ديسكورس حاول كتير، يمكن الموضوع ده قصدنا ندرسه بالكامل من البداية عشان الأمور تبقى مفهومة على يعني بوضوح، ما ناخدش موقف كده مجمع خلق دنيا ونقيم فيه القديس، لا ده نشوف في خلال مسيرته حصل ايه وحاول ازاي وتعب ازاي وعانى ازاي. فكان كل ما هو شخص يترفع عنه، لكن ده كلام خداع احيانا الحقيقة، بيخلي بعض الناس من كنيستنا يحسوا يعني ده كانت حاجات شخصية وانتهت. لكن هو الخلاص عايزين يقولوا احنا زي بعض في الإيمان، ما دي هي ديت يعني مش فارقة حاجة يعني، دي زي بعض يعني لاهوتين ما فيش فرق، مجرد كل واحد بيعبر بألفاظ مختلفة، مجرد خلافات في الايه في التعبير. فطبعا الامور مش بهذه السطحية، لكن بالنسبة لابائنا لا، كان في خلاف لاهوتي ممكن اقترن بحاجات شخصية بالنسبة للاخرين. يعني لما اتعامل مع البتقديس ديسكورس مش خلاف لاهوتي، لا ده غل شخصي فعلا، لان في كتير زيه كانوا متمسكين بالارثوذكسية ما تعملش معهم كده، لكن ده متمسك بإعلان. في الجلسة الرابعة التي حضرها القضاة وأعضاء مجلس الشيوخ مرة أخرى باشيسينوس مندوب روما، افتتح الإجراءات بقراءة ما يبدو أنه نتائج هذا المؤتمر، أن قانون الإيمان يشمل قانون إيمان نقية والذي تم تأكيده في القسطنطينية 381، وتم شرحه من قبل كيرولوس في أفسس 431، وعرضه لاون، يعني يجيب المجامع ويحط لاون، يعني إيه إنه على نفس المستوى يعني، وعرضه لاون يعني مجامع دي ولاون يعني، وعرضه لون الذي أدان هرطقات نسطور وأوطاخي، ولا يضاف إلى هذا الإيمان شيئا أو ينقص منه. يعني اعتبر إضافة لون دي مش إضافة، لا يضاف له شيء، وما اللي عمله توماس لون ده إيه؟ الذي يمكن أن نلاحظ أنه كان متوافقا مع ما تصوره لون فيما يتعلق بمداولات المجمع حول السؤال العقائدي. دي جملة اعتراضية طبعا، يقصد بإيه بكده؟ إن هم يقيموا التوماس في ضوء كتابات الآباء. استقبل بصيحات الموافقة، هكذا نحن جميعا نؤمن، وهكذا اعتمدنا، وهكذا نعتمد. طلب المفوضون من كل أسقف القول ما إذا كان يعتبر التوماس بالاتفاق مع مراسيم نقيا والقسطنطينية ومعترفين بأنهم قد وقعوا بالفعل على وثيقة أناطوليوس ومندوب البابا وماكسيموس أسقف أنطاكيا والباقون أكدوا أنها تتوافق، تتوافق جدا. بعد 161 صوتا دعا المسؤولون البقية للتعبير عن حكمهم بالتصويت، فعلوا ذلك قائلين بهتافهم انه حتى الجناة في افسس. خلي بالكوا عشان ما تتهوش، كان في الجلسة التانية رفعت الجلسة على ان تعقد بعد 5 ايام تدرس فيها توماس لاون ومدى توافقها مع تحديدات الايمان المجامع ورسالة القديس كيرلس اللي تحوي البنود الـ12. عملوا جلسة ثالثة غير قانونية اتحكم فيها على البابا ديسكورس. جم في الرابعة بيستأنفوا كأن ما فيش حاجة حصلت، تجاهلوا اللي حصل مع البابا ديسكورس، وبدأوا بقى ايه رأيكم في توماس لاون متوافقة مع
وما جابوش سيرة البنود ال 12 خالص. فمندوب روما وقف يعني بيسألهم وإيه رأيكم بقى؟ فطبعا هم ما أعلنوش اللي حصل، لكن كل حاجة معروفة. فبيقول إيه؟ طلبوا من كل أسقف القول ما إذا كان يعتبر الطومس بالاتفاق مع مراسيم نقيا والقسطنطينية، ويكونوا معترفين بأنهم قد وقعوا بالفعل الوثيقة. مين أول اللي وقعوا وعملوا؟ أناطوليوس ومندوبه البابا وماكسيموس أسقف أنطاكيا والباكون، أكدوا أنها تتوافق جدا. دي متوافقة قوي، ما هو شافوا اللي حصل مع البابا دي سكورس بقى. شوفوا اللي أكتر من كده إيه. 161 صوتا دعا المسؤولون البقية للتعبير عن حكمهم بالتصويت، فعلوا ذلك قائلين بهتافهم. حتى انه حتى الجنافة افسس، يقصدوا مين من الجنافة افسس؟ اللي هم كانوا ماسكين رئاسة المجمع مع البابا ديسكورس، جوفينال وتيلاسيوس وأوسابيوس وأستاسيوس وباسيليوس، وقعوا مع لون وأمنوا بيه. وبالنيابة عنهم، عن اللي هم الآخرين دول الأخيرين اللي هم المسؤولين في أفسس أو الجناف أفسس، تم إرسال عريضة مع بعض تمنياتهم الطيبة للإمبراطور. يعني رفعوا عريضة للإمبراطور على أساس إن هم كانوا مدانين للإمبراطور الذي شرع بأن المجمع نفسه يجب أن يقرر ما إذا كان ينبغي إعادتهم أم لا. وبعد أن أعطي الحكم لصالحهم، شغل جوفينال والباقي مقاعدهم الآن في المجمع وسط صيحات إن الاتحاد كان كاملا وإن السلام منح الآن للكنائس. وعلاوة على ذلك، فإن أساقفة الليريكوم الذين أوضحوا أن إيمانهم كان هو إيمان نقيا والقسطنطينية وأنهم متمسكين بعقيدة أفسس، وقد أعلنوا بالفعل أنه بعد سماع التفسيرات المقدمة من قبل المندوبين البابويين في المؤتمر الذي ترأسه أناطوليوس، كانوا راضيين عن أرثوذكسية لون، وأن حنانيا أسقف الكابيتولياس قرأ بيانا مشابها نيابة عن الأساقفة الفلسطينيين. الكل قال لا، ده الطمس خلاص متوافقة تمام. في سيرة للبنود ال 12، مال الخمس أيام دي كانت أصلا معطاة ليه؟ ومن ثم فقد تم رفض القديس كيرولوس في مجمع خلق دنيا، لان هم قبلوا اللي شتموه واللي لعنوه بقوا اعضاء، وتجاهلوا كتاباته. كأني مجمع أفسس ده مش موجود وكتابات القديس كيرولوس مش موجودة، وحكموا وأدانوا على الذين أوفياء لتعليمه بابا ديسكورس، مش عايز أقوله أوطاخي كمان لأن أوطاخي ملوش حس وما عبرش، فيقولوا ما هو بتدافع، لا ما بندافعش عن أوطاخي. طب اتهمت أوطاخي ان منحرف عن الايمان، طب البابا ديسكورس اللي لم يستطع احدا في ظل جبروتكم ان يطعن في ارثوذكسيته، وقال له ما تحكمش عليه بسبب هرطقة، ما جرؤوش يعملوها حتى دي. لكن هنا اهملت، رفض البابا ديسكورس ومعه الاباء، قالوا بيتهموا انه مخالف لمين؟
لكيرولوس، ده مخالف كان للقديس كيرولوس. بابا ديسكوروس هو اللي مخالف للقديس كيرولوس. وتم إعلان قبول مجمع خلقدونيا لرسالة البابا لاون العقائدية في 17 أكتوبر 451، وذلك بعد مدة طويلة من الصراع والجهود المتنوعة منذ أن صدرت هذه الرسالة سنة 449. يعني قدروا يقروها في الجلسة التي تلت الحكم على البابا ديسكورس، غير كده ما كانتش هتقرر. شوفوا بقى اللي جاي ديت، ده تعليق للأول بول: وأخيرا بعد صراع طويل تم قبول المجمع لرسالة لون بصورة رسمية بعد أن وقع الأساقفة الذين أدينوا مع البابا ديسكوروس على الطوموس، ورفع المجمع طلبا للإمبراطور لإعادتهم. خاطب ممثل الإمبراطور المجمع بقولهم، شوفوا بقى القضاء، ممثل الإمبراطور لما حكموا على ديسكوروس واللي كانوا مدانين معاه رافعين طلب الإمبراطور بالإعفاء عنهم كده لله في لله عشان وقعوا على الطوموس يعني. فخاطب ممثل الإمبراطور المجمع بقولهم: إن حرمكم لديسكوروس لم يغبر به الإمبراطور ولا نحن، وبالنسبة لأولئك الرجال الخمسة الذين ترفعون دعوة من أجلهم، وفيما يخص كل الأمور التي تصنع في المجمع المقدس فستكون مسؤولية أمام الله. القضاة العلمانيين تبرؤوا إيه؟ اللي انتوا عملتوه في ديسكورس ومن غير ما نعرف، إن عملوا في جلسة هم قالوا إن المجمع هينعقد بعد 5 أيام، دول بعد 3 أيام اتجمعوا مع بعض كده العصابة دهيت برئاسة مندوب روما وعملوا الحكاية دهيت، حرموا اللي حرموه، عايزين يحلوا اللي حلوه. قالوا لهم: ولا نحن، لا لم يخبر به الإمبراطور ولا نحن، فستكون تلك مسؤولية أمام الله. ورفضوا أن هم يحضروا أصلا ما تم. ففعلا كان انعقاد الجلسة الرابعة بعد 5 أيام من الثانية، وهذه الفترة كانت مهلة لدراسة طوموس ومدى مطابقتها للبنود الاثني عشر. فتم التخلص من البابا ديسكوروس في الجلسة الثالثة غير القانونية، إذ كان من المتعذر في وجوده إقرار الطوموس وتجاهل البنود الاثني عشر، ولذلك تم التخلص منه. ثم انعقدت الجلسة الرابعة، وفيها قال القضاة: ليقولوا الآن كفة الأساقفة المجتمعين في هذا المكان أمام الأناجيل المقدسة، إن كان رسالة البابا لاون هي موافقة لشرح مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينية. ثم أجاب أناطوليوس أسقف القسطنطينية وقال: رسالة لاون الأب الأقدس في كل شيء توافق اعتقاد الآباء الذين اجتمعوا في نيقيا وفي القسطنطينية، الذين ثبتوا أمانة واحدة، ولما صار في أفسس بعهد كيرلس بأمر المجمع المقدس العام الذي انعقد في تلك المدينة ونفى نصور العين، فلأجل ذلك قد قبلتها وثبتها بخط يدي. طبعا هذا الكلام غير أمين، لأنها حدث تجاهل للقديس كيرلس، وهذه الرسالة لا تتوافق تماما معها. وهكذا قال
باقي الخلق دنيين فيما عدا الأساقفة المصريين، الكل وافق على الطومس وأقروها فيما عدا الأساقفة المصريين، حيث قرأ الكاتب العرض حال الذي كان سابقا قدموه للملك، وهو على هذه الصفة. الأساقفة المصريين رفعوا عرض حال الملك، قالوا إلى فالنتينيان ومرقيان الملكين المصفرين من سائر أساقفة إبرشية مصر، الأمانة التي تسلمناها من أبائنا القديسين ومن القديس مرقس البشير ومن بطرس الأسقف الشهيد المشهور في كل مكان، ومن أبائنا الأطهار أثناسيوس وتوفيلوس وكيرولوس ذي الذكر الصالح، قد استمرنا بها ونحن تلاميذ اعتقادهم، ولهذا المذهب نتبع وبه نتمسك، وكما فسروا الآباء الذين اجتمعوا في نقيا وأثناسيوس الطوباني والقديس كيرولوس، ونحرم كافة الهرطقات مع أصحابها أريوس وأنوميوس وماني ونسطور، وأولئك الذين يقولون إن جسد سيدنا يسوع المسيح نزل من السماء ولا كان من مريم العذراء والدة الإله، مساويا لنا في كل شيء دون الخطية. ثم نحرم بقية اختراعات الهراطقة الفاسقين عن الكنيسة الكاثوليكية. فطبعا أعلنوا إيمانهم، ما جابوش سيرة لطوموس لون، وما حرموش أطاقي، حرموا المنسوب إلى أطاقي، بحيث لو فرضنا جدلا أنه بالفعل قال كده خلاص كل اللي يقول كده محروم. الفصاح جميع الأساقفة وقالوا لماذا أساقفة مصر ليس يحرمون مذهب أطاقي؟ فمن هذا يبان أن اعتقادهم غشا، فكان ينبغي لهم أولا أن يثبتوا رسالة لاون ثم يحرموا أطاقي ومقالته. فأجابوا أساقفة مصر وقالوا لا يجوز لنا أننا نثبت شيئا مما ذكرتم في غيبة بطريرك الإسكندرية، فامهلوا معنا إلى رسامة البطريرك الجديد وحين إذ نفعل بما رسمتم. فصدر عن ذلك منازعة شديدة في المجمع، حيث الآباء كانوا يقضوا بين المذكورين أنهم في ذلك المحضر يحرموا أطاقي وينفوا مذهبه. صح واحد من أعضائه، من أعضاء المجمع، قائلا إن المجمع المسكوني أكبر من رئيس أساقفة مصر، لذلك ينبغي على المصريين أن يطيعوا المجمع. فرد عليه المصريون قالوا إيه؟ قالوا سوف نقتل عندما نعود إلى بلدنا. فرد عليهم المجمع بحسم، كونوا شهداء لأجل الإيمان. أما المصريين فقالوا سوف نموت عند أقدامكم ولكن ليس في مصر. يعني إذا هنخالف إيماننا بقى نموت هنا، لكن ده يعني ضمنيا أنهم متمسكين، مش خوف من الموت. قالوا له سوف نموت عند أقدامكم ولكن ليس في مصر. وفي النهاية أمر ممثل الإمبراطور وهم موظفو الحكومة البيزنطية المدنيون
أن يؤجل توقيع الأساقفة المصريين على الطومس إلى أن يعين رئيس أساقفة لمصر، ولم يقتنع باشيسينوس مندوب روما بهذا القرار، وطالب أن يمنح لهم هذا الامتياز بشرط التأجيل، يعني ألا يسمح لهم بمغادرة المدينة إلا فقط بعد التوقيع على الطومس. ولكن ممثل الإمبراطور أعادوا تلاوة قرارهم كما هو، وكان مجمع خلقدونيا يريد بهذه الطريقة أن يثبت مبدأ أن قبول طومس لاون هو أمر لا مفر منه للعضوية داخل الكنيسة. ولكن الأساقفة أوضحوا أنه من غير المحتمل للكنيسة في بلدهم أن تقبل تلك الوثيقة. الوثيقة دي مش هتتقبل في إيه؟ في بلدنا خالص. بس يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. تفضلوا مصلين.